إقامة الرئيس الجزائري ينهي كل شيء في الجزائر في هذا الصيف. أعلنت وزارة الثقافة الجزائرية عن إلغائها لجميع التظاهرات والمهرجانات خلال هذا الصيف. قال لك تضامنا، انتم راك عارفين اش كاين في الصيف، كاين 7 سبتمبر، عارفين اش وقع في الصيف. هما قال لك لا تضامنا، تضامن مع الاخوان ديالنا في غزة. ما عرفش يتضامن بإلغاء العقد ديال الغاز مع فرنسا ومع إيطاليا، ما عرفش يتضامن بإلغائه الزيارة اللي تلقى فيها مع بايدن ومع ماكرون ومع ميلوني ومع الدول اللي كتدعم، ما عرفش يدير هادشي، ولكن عارف أنه يلغي جميع المهرجانات الصيفية خوفا من وقوع، راكم عارفين اش غيقدر يوقع في هذا الصيف هذا، خصوصا مع الانتخابات الجزائرية. تحياتي، الناس راك العالم كله فرحان، والغي نتايا.